السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف العاشر. سيكون درسنا لهذا اليوم بعنوان النباتات الوعائية البذرية. سنتعرف في هذا الدرس على المقصود بالنبات الوعائي البذري، وسنتعرف على أنواع الأنسجة الوعائية المختلفة، وسنتعرف على تصنيف النباتات الوعائية البذرية. دعونا نبدأ يا عاشر. النباتات الوعائية البذرية هي النباتات التي تحتوي على أنسجة وعائية. اتفقنا أنها المقصود بالأنسجة الوعائية هي الخشب واللحاء، وتتكاثر بالبذور. ومن أهم خصائصها أنها تمثل النسبة الكبرى من النباتات، مثل نبات السرو، نبات التفاح، نبات الزيتون، نبات الكرز، نبات المشمش. العديد من النباتات تعد أنها نباتات وعائية بذرية، إذن هي تمثل النسبة الكبرى من النباتات على الأرض. تحتوي على أنسجة وعائية أهمها الخشب واللحاء، مما يجعلها قادرة على العيش على اليابسة. سنتعرف على الخشب واللحاء. أيضا تتكاثر بالبذور، تسمى النباتات البذرية إذن هي تكون بذور، وهي عضو التكاثر فيها، وتصنف إلى معرات البذور ومغطات البذور. إذن تصنف النباتات الوعائية البذرية إلى نباتات معرات البذور وبذرية مغطات البذور. ما هي الأنسجة النباتية؟ دعونا نتعرف ما هي أنواع الأنسجة الموجودة في النبات. النسيج هو مجموعة من الخلايا التي تتشابه بالشكل والوظيفة، هذا ما تعلمناه في الصف التاسع عند دراسة مستويات التنظيم الحيوي. قلنا أن النسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا تتشابه بالشكل والوظيفة. أما بالنسبة للأنسجة النباتية تقسم إلى عدة أقسام: النسيج المولد، ونسيج البشرة، والأنسجة الوعائية، والنسيج الأساسي. إذن هناك أربع أنواع من الأنسجة النباتية. دعونا نتعرف على النسيج المولد. يسمى النسيج المولد لأنه يوجد في أماكن النمو في النبات، مثل القمم النامية للجذر والساق، وتنقسم خلاياه بشكل مستمر ويولد خلايا جديدة لنمو النبات، يسمى بالنسيج المولد. نسيج البشرة، يشكل هذا النسيج الطبقة الخارجية للساق والجذر والورقة، وتنشأ عنه الشعيرات الجذرية. إذا سؤال: من أين تنشأ الشعيرات الجذرية؟ تنشأ الشعيرات الجذرية من نسيج البشرة. الأنسجة الوعائية تمثل هذه الأنسجة الخشب واللحاء في كل من الجذر والساق والأوراق. إذا الأنسجة الوعائية هي الخشب واللحاء. ما هو الخشب وما هو اللحاء؟ الخشب يشكل الدعامة للنبات وينقل الماء والأملاح من الجذر إلى الساق. نلاحظ اتجاه نقل المواد في الخشب من الجذر، أي من الأسفل إلى الأعلى إلى الساق والأوراق، من الجذر إلى الساق والأوراق. أما اللحاء ينقل الغذاء إلى جميع أجزاء النبات، من الأوراق أماكن صنع الغذاء إلى الساق والجذر. هذه هي الأنسجة الوعائية. النسيج الأساسي، ينقسم النسيج الأساسي إلى خلايا برانشيمية، كولنشيمية، وإسكلرانشيمية. إذا ثلاث أنواع من النسيج الأساسي، وأهم وظائفه دعم أجزاء النبات. هذه وظيفة الخلايا الإسكلرانشيمية، تخزين المواد للخلايا الكولنشيمية، وتسهيل مرور المواد بين الخلايا، وهذه وظيفة الخلايا البرانشيمية. هناك جدول توضيحي صفحة 17 من كتاب الطالب، يرجى الرجوع لهذا الجدول. صفحة 17 من كتاب الطالب يبين هذا الجدول. سمك الجدار الخلوي لكل خلية من خلايا النسيج الأساسي، ووجود نواة أو عدم وجودها، ووجود الفراغات بين الخلايا. نلاحظ في الخلايا البرانشيمية الجدار الخلوي رقيق،
ويوجد تغلظات غير منتظمة في الخلايا الكولنشيمية. أما الاسكلرنشيمية فهي أكثر سمكاً من جذور الخلايا الأخرى. بالنسبة لوجود النواة، توجد النواة في الخلايا البرانشيمية والكولنشيمية للنسيج الأساسي، أما الاسكلرنشيمية تنعدم فيها النواة، وهذا ما يميزها. أما بالنسبة للفراغات بين الخلايا، موجودة بالخلايا البرانشيمية والكولنشيمية، أما الاسكلرنشيمية فهي متراصة لا يوجد بينها فراغات، وهذا ما يدعم وظيفتها لدعم أجزاء النبات المختلفة بأنها متراصة. هذا الجدول يوضح الفرق بين هذه الخلايا الثلاث للنسيج الأساسي. تركيب الخشب واللحاء. شكل توضيحي صفحة 17 من كتاب الطالب أيضا يوضح تركيب الخشب واللحاء. نلاحظ أن الخشب يتكون من أوعية خشبية وقصبة أو قصيبة. أما بالنسبة للحاء فإنه يتكون من خلية مرافقة وخلية غربالية وأنبوب غربالي يساعد على أداء وظيفة اللحاء. إذن الأنسجة النباتية تقسم إلى أنسجة مولدة، أنسجة أساسية، وأنسجة وعائية إضافة إلى نسيج البشرة. الأنسجة المولدة والأنسجة الأساسية اللي تعرفنا على أنواعها برانشيمي، كونشيمي، والإسكليرنشيمي، والأنسجة الوعائية التي تعرف بالخشب واللحاء. نأتي الآن إلى تصنيف النباتات البذرية. كيف تصنف النباتات البذرية؟ الهدف الرئيسي من التصنيف هو تسهيل دراسة الكائنات الحية، وما أن النباتات البذرية كثيرة الانتشار تم تصنيفها تبعا لمكان وجود البذور إلى نباتات معرات البذور ونباتات مغطاة البذور. سيتم شرح نباتات معرات البذور في هذا الفيديو، وسنتابع في الفيديو اللاحق تصنيف نباتات مغطاة البذور. النباتات معرات البذور تعرف بأنها نباتات لا زهرية، وتصنف إلى أربع مجموعات رئيسية: المخروطيات، الجنكيات، الجنتيات، والسايكاديات. المخروطيات مثل الصنوبريات، وتمتاز بأنها أحادية المسكن. ما المقصود بأحادية المسكن؟ أن الخارطة الذكرية والأنثوية بنفس النبات على نفس الشجرة. المخاريط الذكرية فيها أصغر حجماً من المخاريط الأنثوية. أما بالنسبة للجنكيات، أشجار متساقطة الأوراق وجذوعها سميكة وجذور عميقة مثل الجنكا بيلوبا. مثال عليها الجنكا بيلوبا. أما الجنتيات، يعيش بعضها بالصحراء وبعضها الآخر في الغابات الاستوائية، وهي عبارة عن أشجار أو شجيرات مثل فلفيتشيا ميرابيليس. وأخيراً السايكاديات، تمتاز بجذوع خشبية سميكة وأوراق ريشية ومخاريط كبيرة الحجم، وهي أشجار دائمة الخضرة ثنائية المسكن. ثنائية المسكن أي أن الشجرة الواحدة تحمل مخاريط، إما أن تكون مخاريط ذكرية أو أن تكون مخاريط أنثوية. إذا الشجرة الواحدة إما أن تكون مخاريطها جميعها ذكرية أو مخاريطها جميعها أنثوية. وهيك بنكون تعرفنا على تصنيف النباتات البذرية معرات البذور، حيث تصنف إلى أربع مجموعات رئيسية. سيتم شرح تصنيف النباتات مغطاة البذور في الفيديو اللاحق إن شاء الله. أشكر لكم متابعتكم. كانت معكم معلمتكم مي الدجاني من أكاديمية ريماس الدولية.